اللي كده عليكم في في تمام الساعة ثانية عشان تنجح نتائج الدكتورة دي تضيف برنامجكم الذي يعلن فيه تنظيم التدريبات التعليمية وإيجاد الفرص الوظيفية لطلاب العصر عن العمل وكذلك مساعدة أي شركات الباحثة عن الكوادر التعليمية المتميزة. نريد رفع قيمتنا الذاتية على التوظيف والحصول بإذن الله على فرصة وظيفية من عليكم إلى الدخول على الموقع www.alfalfjobs.com. والشركات المصابة تحصل على صور ذاتية لطلاب خريج مثلي أيضا الدخول على الموقع alfalfjobs.com وتسجيل احتياجات الوظيفية وبإذن الله راح نقدم لكم سعر ذاتي جميل. مستمعينا الكرام رحبوا معايا اليوم بضيفي الاستاذ عمار الفرنسي الاستاذ عمار الفرنسي يمكن هو صاحب مبادره فريده من الاكاديمية وهم نفسهم الاستاذ عمار الفرنسي من مؤسس مبادره كادر اهلا بك معنا الاستاذ عمار مستمعينا الكرام نتواصل مع برنامج فريده ومع ضيفي اليوم الاستاذ عمار الفرنسي عن هو صراحة يستهلك المغرب المغربي. طيب
التركيز كامل والجهد اللي تكلم بهذا الموضوع انك تكون في عمل وظيفه ولكن في عمليه I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the next one.
من I'm going to go to the next one.
بتتكلم في مستوى عالي وهي جامعه محليه، لكن دلوقتي اسمعها بتاعتها في الجامعات او في المدارس او في المواقع، حتى في الوقت اللي بيتكلم على خريج خليل محمد ما بيتكلم بمستوى لائق ومثلا بيحتاج خليل محمد في اللغه العربيه والعربيه بشكل كبير. وصارت هذه الحاله في التعليم، يمكن ان يكون
يجب التوعية للأعداء والمحجب للإستغاث ولكن يجب تحقيق الإستغاث العقل على الأهل اللي هو مقصد رأي تشتري في مقام الرسالين ويجب في الأجل أن يتعب عقل التحقيق ويتعبن ويمكن بيجب أهل يمكن نحتاج يعني إحنا تنافس بكل الأهل لأن أمر مقصد في الأهل كل المسيط المستوي وهي الثلاث I'm going to go to the next one.
Thank you.
طبعا مرة من مثلاً يعني كم سنة عشان في مجال التوظيف وإيجاد الفرص الوظيفية. في مشكلة هناك تواجهني مع الإدارة بخصوص الالتزام. أنا أذكر في الالتزام عندك إيش في مجال التدريس ولا إيش في المجال؟ شبابنا العزيز وشاباتنا ازرعوا لتحصدوا زي ما قال الأستاذ عمار. شكرا أستاذ عمار لوجودك وشكرا لمبادرة كادر وشكرا لكم ألف مرة. العفو شكرا لكم. مستمعينا الكرام حتى ألقاكم الأسبوع القادم ابقوا في رعاية الله. ابتسم بس أقول كلمة طيب سمحت لي. في أحد المستمعين عمره 36 سنة يقول صار عندي إحساس أني عجوز عشان كل ما أقدم يقولوا لي أنه عمري هو العائق وما بيقبلوا. أبشرك كذا بس ما حقول كم. ما أنت عجوز وإن شاء الله أنا حتصل فيك بعد المرجرامج عشان أشوف في أي مدينة ونساعدك بإذن الله. ابقوا في رعاية الله.